فارتقي في الخير وارفع أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما. أنت عنوان لأمجاد الهلا، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء. الناس اللي عندهم حساسية مزمنة chronic allergy of upper respiratory tract بنلاقي في عندهم الليجن اللي احنا نشوفه مع بعض دلوقتي دوت. لما نيجي نبص على الليجن دوت بالـ very low power تحت الميكروسكوب هنلاقي ان الليجن دوت عامل لنا بوليب. بوليب يعني في طبعا بروجكشن، منطقة بارزة كده اهوت. المنطقة دي يا جماعة كان بيبقى لونها ريد وسوفت وسادة النوز. بيجي العيان ده بيشتكي من كرونيك نيزل اوبستراكشن، يقول لك انا مناخيري مسدودة على طول، بستخدم ديكونجستانس، بستخدم انتي انفلاماتوري، بستخدم انتي هيستامينكس، ولكن رغم كده في انسداد على طول مسكوم. فبالاكزامينيشن بنلاقي ان في عنده سوفت ريد بوليب انسايد ذا نوز، حاجات كلاكية كده اهوت صغيرة لونها احمر وسوفت جوه النوز. لما بتتشال البوليبز ديت تحت الميكروسكوب بتدينا المنظر ده. الكتل اللي احنا شفناها ديت بتبقى ليه سوفت؟ لانها ايديمتس، في مليانه ايديما. لو تيجي تبص على الكور بتاعها تحت الميكروسكوب الحشوه بتاعتها عباره عن بيل كور. يبقى لما تيجي تشوف في شريحه upper respiratory tract respiratory system تلاقي في عندك lining epithelium من فوق، ومن جوه الكور لونه فاتح، ما فيهاش الفيولاي، ما فيهاش respiratory epithelium، ما فيهاش برونكاي او برونكيولز، ما فيش الفيولاي. ديت عباره عن نيزل بوليب، most probably caused by allergy. العيان ده عنده حساسيه مزمنه، عمليات الهيلينج اللي بتحصل مع عمليات الانفلاميشن والإديمة كون البوليب. لما تيجي تبص على البوليب كده نبص بالتكبير العادي اللي بنشوفه في الامتحان، هتلاقي فوق في عندك respiratory epithelium اللي هو pseudo stratified columnar epithelium. pseudo stratified columnar في اكتر من لير، لو كبرناها مع بعض بالهاي باور هنشوفها اكتر من لير من الكولامنر سيلز، مش فوق بعض قوي، في واحده تلاقي واحده فوقيها بس مزقوقه شويه، الثانيه فوقيها تحتها بس مزقوقه شويه، ده السودو ستراتيفيكيشن والكولامنر سيلز. تحت في عندك ايديمتا سكور اوف كونكتيف تيشو، مناطق لونها بينك بيل فاتح خالص، فيها مناطق فاضيه مليانه ميه، لان دوت طبعا عباره عن الرجي، كرونيك الرجي، حساسيه مزمنه، في سكريشن كتير، فالكور بيبقى ايديمتس وبتملي ميه نتيجه الانفلاميشن المزمن. طبعا في عندنا النقط اللي احنا شايفينها دوت هي الكرونيك انفلاماتوري سيلز، ممكن نقط الزرقاء، وممكن احيانا تلاقي نقط حمراء صغيره او بينك صغيره نيوكليتد اللي هي الايزينوفيلز، الخلايا الخاصه بالحساسيه. كويس، فاذا نقول تاني عباره عن لايننج ايبيثيليوم، عباره عن سودو ستراتيفايد كولامنر او ريسبيراتوري ايبيثيليوم. تحت بيبقى في كور فاتح بيل ايديمتس، في مناطق فاضيه، في ميه وشويه بلاد فيسلز اللي هو الكور اوف كونكتيف تيشو، ونقط اللي هي الانفلاماتوري سيلز. ده بالنسبه لشكل النيزل بوليب تحت الميكروسكوب، وده من الحاجات اللي هي كومنلي بتحصل مع العيانين اللي هم عندهم هايبر سنسيتيفيتي تايب 1 نيزل الرجي. العيان اللي عنده الرجي كراينيتس وما بيتعالجش كويس او ما بيتجنبش اللي هو البريسبوزنج فاكتورز اوف ذيس الرجي وعنده انسداد مزمن على طول، هيتعرض لمشكله النيزل بوليب، ودي طبعا محتاجه عمليه جراحيه، لازم بوليب ده يتشال. زي ما احنا شايفين هنا يا جماعه البوليب اهوت، برده في عندنا الريسبيراتوري ابيثيليوم اهوت مغطي البوليب من بره، وتحت في عندنا كور لونه فاتح خالص وبينك بيبقى فيه ميه ايديمتس، وفي خلايا هنا اهوت لونها بينك نيوكليتد ديت اللي هي الايزينوفيلز، وفي خلايا ثانيه لونها ازرق ديت اللي هي الليمفوسايتس. هو ده شكل النيزل بوليب تحت الميكروسكوب. طبعا لما بنكبر هنا بنشوف بالهاي باور، عايز اوريكم بس السودو ستراتيفيكيشن دي يا جماعه عباره عن كولامنر سيلز، اهيت كولامنر سيلز في البيز، بتلاقي الخليه اللي في اللير اللي بعدها مش فوقيها على طول، ادي النيوكلس مزوقه شويه اهي، شايفين في سودو ستراتيفيكيشن، يعني النيوكلس مش فوقيها نيوكلس، لا ده نيوكلس وفوقيها على جنب شويه نيوكلس ثانيه، هو ده المقصود بالسودو ستراتيفيكيشن. كويس، وتبقى كولامنر سيلز، واحيانا بيبقى فيها مناطق فاضيه بيضاء اللي هي بتبقى جوبلت زي جوبلت سيلز سكريت ميوسين. وطبعا لو عندنا الترا ستراكشرال فيتشر واضحه هنلاقي في عندنا السيليا بتبقى موجوده هنا، بس طبعا ما بتبانش قوي الصوره هنا. هنا طبعا ديت الايزينوفيلز اهيت، خلايا لونها بينك نيوكليتد اهي، وديت عباره عن خلايا صغيره زرقاء اللي هي الليمفوسايتس. ده لو احنا يعني كبرنا وشفناها بالايه بالهاي باور، ده طبعا بلاد فيسل موجود في الكونكتيف تيشو كور.
هو ده شكل الالرجيك نيزل بوليب اوف ابر ريسبيراتوري تراكت.